عاملين ايه يا شباب؟ النهارده انا كنت داخل ماينكرافت وقلت هعمل عالم للتصوير جميل كده، تمام. فالوقتي احنا نسيت افتح التصوير ولقيت القرية الجميلة دي، فقلت افتح التصوير بكرة بقى لاني مقعدتش قادر، وفتحت فعلا التصوير اهو. يلا بينا، جمعت هذه الادوات بسرفايفل مش بكرياتيف. وبص بقى الدراع اللوني الجميلة يا اهو، دروع وجزمة وبتاع. طبعا انا بلعب لوحدي، مفيش اي بلاير معايا ولا حد، فيعني احنا دلوقتي لازم نجمع خشب ونبني بيت اكبر، لان بتاع الكرويين ده يعني ناخد الحاجات من التشست وبعدين ننزل وناخد السرير حاجات كده يعني. فاحنا لازم نكسر الخشب، فاحنا مش عايزين نكسر من خشب القرية عشان ما نبوظ جمال القرية. احنا هنعمل خشب، هنكسر خشب وبعدين نقوم عاملينه محللينه بس من الاشجار بقى. يلا بينا. المهم اوعوا تنسوا اللايك عشان اللايك بيدعمني، والسبسكرايب كمان نفس الكلام عشان اكمل في السلسلة بتاعت ماينكرافت دي. دلوقتي جمعنا 11 خشبة، لنا 44 خشبة متحللة. الجهاز بتاعي بطيء ولا ايه يا ابني؟ بصوا الغتاتة، بصوا الغتاتة، بصوا الغتاتة. اصبر بقى احلل الخشبة دي، انا زهقت. 44 خشبة كافيين جدا. فايه المهم ان احنا لازم دلوقتي نعمل ايه؟ نبني بيت، بس مش عارف في انهي منطقة، فمش هبني هنا. انا بس عايز هاخد ترجل اي لون مش فارقه، وهاخد التشيست لاني كنت عاين فيه شويه حاجات، ولا اقول لك بلا التشيست لاني اصلا ما كنتش فيه عاين حاجات حلوه يعني. ده ايه ده؟ ابو شوف البرج ده كده، شوف البرج. ده في شموع تلزمني، دي تلزمني تلزمني. من جوا كنت بقول ما بوصف جمال القريه، فهمتوا؟ هو ما بس يعني يا سيد الكرم، ما عرفتش تعمل سلم اكتر من كده. في شموع هنا، في طبعا لازم اخد، لازم اخد عايز الشموع اللي بيت. اعمل لكم ايه يعني؟ انتوا الاغبياء. يلا يلا بينا، نسيت والله. انتحر يا كولا سمستيكا. يا التعب. يلا بقى، الكروي ده بيعمل ايه؟ لو كده راح يقابل المهم المدير بتاعه عشان يرفضه من الشغل لانه ما حصلش من الشغل. ارجعوا لبيتكم يا ايها الكرويين. دلوقتي انا جربت ضربت الجرس، جربت ايه؟ ضربت الجرس. المهم دلوقتي احنا ايه اللي مخليني اعمل لي صوت كده؟ وفلوهم دلوقتي احنا عايزين ندور على بيت. والله المساحة دي كافية، كافية قوي كمان يعني. تسمح لي يا عم القروي اعمل شوية تعديلات كده، كسر دي كسر دي. لا الحاجات دي اصلا مش هتفيدنا بحاجة. ده ايه ده؟ صحيح انا عايز اشوفه ولا بيعمل حاجة؟ تقريبا فرن او مش لسه جديد، بس انا عارف الفرن يعني. والله انا كنت باني بيت جديد، ولا اقول لك خلينا في البيت اللي احنا فيه. بس احنا عايزين ندور عليه لاني كالعادة بنسى البيت. لازم اعمل لوحة او حاجة اكتب عليها اسمي على وعلقها على البيت عشان ما ننساهوش، فهمتوا؟ الوقت اللي الليل قرب ليل يعني، احنا في الغروب مش نهاري. احنا الوقت هننام
يقول لي لسه ما جاش النايت عشان تنام. طيب ده بيتي، ده مش بيتي. طيب ده بيتي، ايوه هو ده كده. احنا كنا عايزين نصنع رفتنج تيبل فرن، فين الفرن؟ ما معناش السون. طيب اقفل بابك عليك ونام، نام يا عصفورة، يلا نطفي النور. صحينا دلوقتي وولعنا النور، واهو نفرش الشموع كانت معانا. وعشان ما انساش، والله عشان ما انساش، هنعمل لوحة. انا مش فاكر كنت بتعمل ازاي دي، كده شيل برنامج التصوير انت دي كنت، بس هتعمل ازاي دي اللوحة؟ يا لوحة بتتعمل ازاي؟ يا كان اسمها ايه؟ والله ما فاكر. بتتعمل ازاي يعني؟ طيب نقوم عاملين كده يمكن خلاص. هي محتاجة استكات، فهمت هي محتاجة استكات تقريبا. ولا احتاجت استكات ولا بطيخة، عملت استكات على الفاضي. طيب هي مش المفروض بتقوم عاملة كده، بتقوم معمولة كده مثلا، ولا بتقوم شايلين دي خالص وحاطين دي كده ودي كده ودي كده ودي كده ودي كده. انا اسطوري والله، انا اسطوري. نكتب يوسف. طيب انا دلوقتي جعان مفجوع، بنشوف ايه اللي في التشيست. بطاطا بايظة بس عيش، الحمد لله يعني ان احنا اللي نعيش. هو ايه ده يا ابني؟ المهم هم خم 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 خم، جميل والله. دلوقتي خلي دول برضو، يمكن نحتاجهم، ودول نحتاجهم، وخلي دول مع دول. تمام كده. دلوقتي احنا مش محتاجين غير فرن، فاحنا عايزين نجمع كابل ستون. وبرضو مش هنطور نظام القرية الجميل قوي ده. طيب دي بقى عشان نبني ونشوف ايه نظام القرية ده. ايوه انا رايي نحفر هنا، رايي نحفر هنا. احفر احفر احفر، محتاجين 9 تقريبا. فاحنا ننزل 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ايوه كده اخدنا 10 كمان. دلوقتي هنطلع ازاي بالذكاء اللي انا فيه ده؟ ابو دماغ بطيخ انا. طيب دلوقتي احنا هنقوم عاملين ازاي؟ هنقوم مكسرين دي كده، هنقوم طالعين بلوكتين، هنقوم مكسرين دي كده، هنقوم طالعين بلوكتين. وبعدين نقوم مكسرين من الدر احنا ده، ايوه، او الطين بس. بس ادينا فتحنا تاني اهو، يلا بينا نروح للقرية. حط الحاجة دي في بيتي، الحاجة اني عملت لوحة دلوقتي. هلف في القرية شوية والاقي بيتي، يعني مش هلف فيها كتير. كان بيتي فين؟ كان بيتي قريب من هذه المناطق، مش ممكن يكون هنا، مش عارف ترى ممكن يكون فين. طيب تمام اهي، يو بيتي.
لا لازم نعمل اكتر من قلم. وبعدين نقوم عاملين كده اهو. فرن كان بيحتاج 1 2 3 4 5 6 7 8، كان بيحتاج 8 بس. ونحط الفرن هنا وكده تكون حلقتنا الجميلة خلصت. سلام يا شباب، ان شاء الله الحلقة الجاية هننزل اجمد واجمد من الحاجات. سلام.